متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نريد أن نقدم لكم معلومة صحية هامة للتعامل مع الحالة الصحية العالمية المعروفة بفيروس كورونا أو كوفيد 19. هذا الفيروس كما يعلم الجميع بدأ في مقاطعة ووهان الصينية، وقد نجحت الصين حاليا أو فعليا حتى هذه الأثناء باحتواء هذا الفيروس، لكن هذا الفيروس انتشر بشكل كبير إلى الخارج من الصين في العالم، تحديدا القارة الأوروبية، حيث تعاني مثلا مناطق إيطاليا، مناطق إسبانيا، حتى أيضا ربما فرنسا وألمانيا من تداعيات لهذا الفيروس أو انتشار كبير وسريع لهذا الفيروس. نريد أن نعكم الآن التذكير ببعض سمات هذا الفيروس. هذا فيروس يصيب بالبداية، كوفيد 19 يصيب بالبداية الجهاز التنفسي، هو فيروس خاص بالجهاز التنفسي على وجه الخصوص، وبالتالي انتقال هذا الفيروس يكون عن طريق إما السعال أو العطس من قبل الشخص المصاب على الأسطح من حول هذا الشخص، وبالتالي هنا الوسيلة الأولى الأهم للوقاية من هذا الفيروس هو تعقيم الأسطح المجاورة على مرارا وتكرارا، أيضا استمرار بتعقيم اليدين، كذلك الحال الوجه، وفي حال العطاس أو الزكام أو السعال حتى يكون ذلك باستخدام تدابير معينة، مثلا إن لم يكن هنالك كمامة أو مثلا مناديل صحية، العطاس أو السعال باتجاه كوع اليد أو مرفق اليد من الداخل، وبالتالي الحد من انتشار هذا الفيروس. المعلومة الثانية الأخرى التي نحب أن ننوه لها، وهي الابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات أو عدم مخالطة الناس بأعداد كبيرة، وهذا ما اتجهت لديه مرارا الحكومات العربية مؤخرا في الآونة الأخيرة، لعل آخرها هي الحكومة الأردنية التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص من الحد من التجمعات ما بين الناس، سواء من ناحية المساجد في أصلاب المساجد، أيضا الدور السينما، كذلك الحال المباريات الرياضية أو النشاطات الرياضية، كذلك الحال البصمة مثلا في عند البداية الدخول إلى الدوام أو الخروج من الدوام، كل هذه الأمور تعمل الحد من شر هذا الفيروس. أيضا هناك تدابير أخرى نحث الحكومات على اتخاذها بحيث يتم احتواء هذا الفيروس بشكل أكبر، ربما كذلك الحال أمر الطيران أو المعابر الحدودية ما بين الدول، اتخذت الدول أيضا تدابير هامة بهذا الخصوص. الأمر الثالث الذي نود أن ننوه له، وفي حال إحساس الشخص بالأعراض في الجهاز التنفسي مثل الارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع حاد في الحرارة، وهن أو ضعف عام، أيضا موضوع العطاس أو أعراض زكام مختلفة نوعا ما عن الأعراض المعتادة، ضرورة التوجه نحو المختبرات الخاصة التي أعدتها دول أو وزارة الصحة في كل دولة، وبالتالي الإبلاغ عن أي حالات محتملة والقيام بعزل الأشخاص الذين قاموا بخلط هذا بالاختلاط مع هذا الشخص المصاب ربما، وذلك لاحتواء هذا الفيروس بشكل أكبر. إذا ضروري أن نذكركم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من ناحية التعقيم ومن ناحية عدم الاجتماع أو مخاطط أعداد كبيرة في حياتنا اليومية، ودام الجميع إن شاء الله بسلام وصحة وعافية.